وسريعا هنروح بحضراتكم لأبرز ما جاء في الصحافة العربية والدولية. رويترز أشارت إلى قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تويتر النهاردة إنه يبدو أن حملته لانتخابات الرئاسة لعام 2016 تعرضت بالفعل للتجسس. وانتقد ترامب أيضا المرشحة الديمقراطية الرئاسية الخاسرة هيلاري كلينتون واللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي وهي الهيئة التنفيذية للحزب. وقال ترامب في تغريدة: يبدو أكثر فأكثر أن حملة ترامب الرئاسية تعرضت لتجسس بالمخالفة للقانون من أجل المصلحة السياسية لهيلاري كلينتون صاحبة الأساليب الملتوية ومصلحة اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي. إذاعة مونت كارلو الفرنسية أشارت إلى تحذير خبراء من أمستردام اليوم من أن مكافحة مرض الإيدز يتطلب مليارات إضافية من الدولارات، وإلا فإن هذا المرض يمكن أن يعاود انتشاره مجددا في العالم. الإذاعة الفرنسية أشارت إلى قول باحث أمريكي مشارك في المؤتمر الدولي حول مرض الإيدز بيقول: سيكون أمام مشكلة العالم إلى أن لم نحصل على المزيد من المال، وأوضح أن الاحتمال الأسوأ يتمثل في اجتماع عنصرين هما نقص التمويل وظهور إصابات جديدة كثيرة جدا والسبب الزيادة الكبيرة في عدد السكان في البلدان الأكثر إصابة بالمرض وخصوصا في إفريقيا.